أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية. والبداية بالصحف المحلية ونطالع من صحيفة الأهرام. السيسي: مصر ملتزمة بالسعي لدعم السلام والاستقرار بالعالم. الرئيس يبحث مع جونسون. الأزمة الأوكرانية ومضاعفة الاستثمارات البريطانية. 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلية. طقس حار أول وثاني أيام رمضان. شوقي: لا حذف من مقررات الثانوية. ومن صحيفة الأخبار: الرئيس يؤكد أولوية ملف التعاون الاقتصادي مع باريس. التطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في المشروعات القومية العملاقة. صرف مستحقات المزارعين المالية خلال 48 ساعة. الكنترولات تتسلم استمارات الثانوية العامة. وامتحان تدريبي لتجربة السيستم. افتتاح 150 معرض لأهلا رمضان و6000 شادر للسلع بالمحافظات. ومن صحيفة اليوم السابع: تشكيل لجنة صناعية مصرية فرنسية لتطوير قدرات الإنتاج الصناعي. 4 قوانين جديدة أمام البرلمان اليوم. العلاوة وزيادة المعاشات والحافز لتخفيف الأعباء على المواطنين. عام على الإنجاز المصري. قناة السويس تحتفل بذكرى نجاح تعويم السفينة البنامية إيفر جيفن. ومن صحيفة المصري اليوم: قمة النقب الوزارية. مصر تتمسك بحل الدولتين للقضية الفلسطينية. الشيوخ يفتح ملف أزمة الزيادة السكانية تهدد الأمن القومي. الهمة يا أبطال: التأهل من داكار لمنتخب يتحفز لترويض أسود ترانجا. واستفزازات لصلاح. نتحول إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. الاجتماع الوزاري السداسي في النقب أقر اجتماعات دورية وطمأن الفلسطينيين. اليمن أكبر صفقة تبادل أسرى منذ الانقلاب، تشمل 2223 شخصا بينهم شقيق هادي ووزير دفاعه الأسبق. العراق: جلسة ثانية لانتخاب الرئيس غدا وسط مؤشرات تشاؤمية. ومن صحيفة عمان العمانية: مخاوف من تصعيد المواجهات في الأراضي المحتلة خلال رمضان وجهود أردنية لخفض التوتر. بلينكن: الاتفاقيات ليست بديلا عن تحقيق تقدم بين الفلسطينيين وإسرائيل. حذر من مخاطر تصعيد غير مسبوق أشتية. سنبقى بالمرصاد لكل مخططات الاستيطان. الكاظمي يحذر من انعكاسات الأزمات السياسية على الشارع العراقي. اعتقال 4 من عناصر داعش. ومن الخليج الإماراتية: الإمارات تدعو أصدقاء السودان لدعم استكمال المرحلة الانتقالية. الأمم المتحدة: إزالة 1,000,000 لغم متفجر في ليبيا منذ عام 2011. لبنان: فشل إقرار الكابيتال كونترول ووقف قيود البنوك. تجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو في قضية تبييض الأموال. ومن اللواء اللبنانية: المجلس يغسل يده من الكابيتال كونترول والقضاء يتصدى لقرارات عون. الحكومة تطلب قروضا من المركزي. وسلامة يوجب على المصارف دفع كامل الرواتب والتقديمات للموظفين. وضع كارثي في ماريوبول قبل جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا. ونتحول إلى الصحف العالمية والبداية من واشنطن بوست الأمريكية. أوكرانيا تستعيد أراضيها في الشمال قبل انطلاق محادثات إسطنبول. ومسؤول استخبارات غربية وآخرون يقولون على ما يبدو أن موسكو تغير أسلوبها للتركيز بشكل مكثف على دونباس. قاض فيدرالي يرجح ارتكاب ترامب جريمة في محاولته منع تأكيد فوز بايدن. ونبقى مع الصحف الأمريكية. ومن نيويورك تايمز الأمريكية: أوكرانيا تقول إنها دفعت القوات الروسية للتراجع خارج كييف.
ومع احتدام القتال الدبلوماسية تستمر بين الجانبين. إدارة بايدن تبدأ في تلقيح المهاجرين على الحدود. محاور ميزانية للإدارة الأمريكية تركز بشكل خاص على القضايا الاقتصادية والأمنية. وإلى الجاردن البريطانية، المملكة المتحدة تحذر من أن توقف موسكو عن الهجوم يعني أنه من المتوقع أن يشارك مرتزقة في العمليات العسكرية على أوكرانيا. حاكم ميانمار العسكرية تعهد بإبادة جماعات المقاومة. تقرير لهيومان رايتس ووتش يزعم أن القوات الفنزويلية عملت جنبا إلى جنب مع المتمردين في كولومبيا. ومن لوموند الفرنسية، ماكرون يبدأ أخيرا حملته الانتخابية ويقوم بأول رحلة إلى منطقة يعيش فيها طبقة عاملة كمرشح للانتخابات الرئاسية لتسليط الضوء على البعد الاجتماعي لبرنامجه. الاتحاد الأوروبي يحشد الأموال لاستقبال اللاجئين، وما لا يقل عن 10,000 شخص يعانون من أمراض الكلى في خطر محدق على الحياة في أوكرانيا. وإلى أبرز التصريحات التي أوردتها صحف اليوم من صحيفة الأخبار، رئيس الوزراء البريطاني بورو جونسون: القاهرة أحد أهم شركائنا بالشرق الأوسط وإفريقيا. ومن الشرق الأوسط اللندنية، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للرئيس الفلسطيني محمود عباس: نقف معكم رغم التحديات. ومن الجاردن البريطانية، الرئيس الأوكراني: الأوكرانيون يدفعون ثمن العقوبات الضعيفة بحياتهم، وأدعو الدول إلى الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وبعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة الأخبار أبراج بورسعيد: حالته إلى التقاعد قبل سنوات. أقدم فنار خرساني في العالم، مزار سياحي. الفنار افتتح في عام 1879 بعد افتتاح قناة السويس بعشر سنوات، وظل لأكثر من قرن يؤدي مهامه في إرشاد السفن إلى أن ارتفعت حوله الأبراج السكنية. والآن عاد الفنار إلى المشهد مرة أخرى مع بدء تنفيذ مشروع تطوير الميناء. يقطع 142 كيلو متر بلوح تزلج للعلاج. عنوان نطالع تفاصيله من جريدة الخليج الإماراتية التي كتبت أن رجل كوبي خاطر بالسفر على لوح تزلج مسافة تقترب من 142 كيلو متر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن عجز عن دفع تكاليف العلاج في بلاده. وانطلق إليان لوبيز في رحلة محفوفة بالمخاطر من منتجع كوبي وبحوزته سترة نجاة وجهاز جي بي اس وهاتف نقال، وأطلق قريبه في ميامي صرخة استغاثة لحفز السواحل لإنقاذه ومساعدته في رحلة علاجه. انتهت مع حضراتكم هذه الجولة الصحفية على رأس الساعة، نلتقي في أمان الله.